مشاهدي قناه الشعب قناه شفت غير مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني في هذا الصباح يعني صباح جميل صراحه. كما كتشوفوا ان بزاف ديال الناس كيختاروا شاطئ المركز كوجهه كقبله انهم يجيو ليه. يعني بزاف ديال الناس كيحبوا انهم يجيو لشاطئ المركز كاين اللي كيعوم كاين اللي كيلعب كره كل واحد وكيمارس الهوايه المفضله ديالو. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام واحد الاجواء اللي هي رائعه اجواء جميله. كما قلنا ان بزاف ديال الناس كيعشقوا انهم يجيو هنا لشاطئ المركز باش انهم كما قلنا ان اليوم يوم الاحد عطلة نهاية الأسبوع. يعني كل واحد مع من كيجي كيجي رفقة الصديق ديالو كيجي رفقة الصديقة ديالو كيجي رفقة الزوجة ديالو رفقة الإخوان ديالو رفقة العائلة ديالو كيجي هنايا يعني كيستمتع بالجمالية والروعة ديال شاطئ المركز. كما كنعرفوا أن شاطئ المركز كيتعتبر يعني من بين أجمل الشواطئ هنا في مدينة المحمدية. يعني رغم بعض المشاكل اللي كيعاني منها هذا الشاطئ اللي حشومة وعيب وعار أننا كل نهار غنبقاو نتكلموا على المشاكل اللي كاينة هنايا. حشومة وعيب وعار أننا نقدروا نقولوا أن شاطئ المركز الإخوان من بين أكبر الشواطئ في المغرب ماشي فقط في المحمدية. ما كيتوفرش على طواليت الإخوان. حشومة نقولوا أننا نقولوا شاطئ المركز بين أكبر الشواطئ في المغرب وشفروا فيه الماتريال ديال الناس اللي كيترينيو بها الإخوان. حشومة نقولوا أننا شاطئ المركز بين أكبر الشواطئ هنا في المغرب وعامر بالزبالة الإخوان. كيتمارس الفساد هنا الإخوان. بالله عليكم انا نقول لك كتشوف هنايا بالليل اقسم بالله ما تحشم تدوز انت وامك ولا تدوز انت ومرتك من هذه البلاصه هذه. كدوز لهذا البحر هذا نتحداكم غير جو هنايا وهبطوا الرمله وغادي تشوفوا ما خفيك انا اعظم. ها اللي ما عنده في اللي ما عنده ما يدار اللي حشومه نقولوا هذه الكلمه هذه ولكن تلقاه اللي محروم كيجيب بنت هنايا وما خفيك انا اعظم. والكارثه العظمى انك كتلقى وحده بخمار ها الاخوان. اقسم بالله العلي العظيم لو وحده بالخمار ديالها ما كيبان فيها حتى حاجه. مع نقي واحد من الاخوان داكشي اللي كيديروا حشومه يهضروا عليه. فانا ما عرفتش انا هاد الناس هادو واش مبقاوش كيحشموا، ما عرفتش انا هاد الناس هادو واش مبقاوش كيخافوا الله، ما فهمتش انا هاد الناس هادو واش وصلت بهم لدرجه الكبت. انك تجينا لشاطئ المركز وتمارس فيه الرذيله. بلا ما نتكلموا على داكشي اللي كيوقع ورا الصخر. بلا ما نتكلموا على داكشي اللي كيطرى اللي كيوقع بالليل. فرا البحر البحر عطاينا الله باش اننا نستمتعوا بالجماليه ديالو. البحر عطاينا الله باش اننا نستغلوه فيما هو مفيد. نجيو بحال هاد الناس هادو نمارسوا الرياضه نلعبوا كره. شوف كتشوف نساء كيترينيو الحديد كتلقى يعني كلشي خدام كلشي كيتريني. وكتلقى بعض الفتيات الله يهديهم هادوك ما تقولهم حجابي عفاشي. ما عرفتش انا واش هاد البنات مبقاوش كيخافوا الله. ما عرفتش انا واش هاد بنادم هذا هاد الدري هذا ما عنده والدين ما عنده دار ما عنده ضمير ما عنده والو. هادي رساله انا غنبغي التساؤل غير لهاد البنات هادو. كنتمناو الاخوان منكم انكم غير تجاوبوني على التساؤل هذا. واش هاد الدري اللي لابسه الخمار وكتعانق مع واحد وكدير معاه هذاك الشيء اللي ما كيدارش علاش داير هذاك الخمار؟ انا هذا هو التساؤل المطروح اللي كنتمناو منكم مشاهدينا الكرام انكم تجاوبوني عليه. وحده دايره الخمار كدوي معاها والمشكله الكبيره والكارثه. تمشي تجي تسلم على هذا تقول لا اسمح لي ما كنسلمش على الرجال. الرجال ما تسلميش عليه مصاحبك تعنقيه. اش هاد الفضيحه ولينا كنشوفو؟ اش هاد المهزله ولينا كنشوفو؟ اش هاد الكارثه ولينا كنشوفو؟ حيت اننا ولينا هنا في مدينه المحمديه مدينه الزهور مدينه الرياضات مدينه الورود. كنشوفوها كتعاني من التهميش. كنشوفوها كتعاني من اللامبالاة ديال الناس المسؤولين ديال مدينة المحمدية. والغريب في الأمر أنا ولينا كنشوفوها كتعاني من الفساد ديال بعض الفتيات الله يهديهم. حتى قلنا المحمدية تنقاش ولينا كنشوفو أن بعض الفتيات اللي كتقولك أنا بنت دارنا خارجة من الهلالي. وحده كتقولك أنا بنت دارنا ما كندوى والكارثة أنك كتبو معاها السلام أخويا أنا ما كندويش مع الدراري أنا ما عديش أنا ما كنحملش الدراري أنا ما عديش مع الرجال أنا بنت دارنا أنا عفاتي أنا خارجة أنا هادي. راه ما تسوق لها حتى واحد. أول طنوبيل كتوقف عليها كتلقى الدرية ولا كتمشي للملاهي الليلية ولا كتبات في البيران ولا كتقصر ولا كدير كلشي. فأنا ما عرفتش شنو كيخلي البنات يديروا هادشي. انا ما عرفتش شنو كيخلي البنات انها تبيع راسها تبيع كرامتها تبيع الشرف ديالها على قول باش تقصر في ملهى ليلي. على قول باش يمشي واحد يمشي يخلص عليها طاكوس كتسمح في الشرف ديالها.
على قبل واحد باش يمشي يخلص عليها بانيني يركبها في الطوموبيل باش تضرب سطوري باش تعيق بيها على صحاباتها كتبيع كرامتها. انا بغيت نعرف الاحساس ديالك ملي كتبداي تلوحي في سطوريات نتا راك في الطوموبيل وشاده ليها يدو شاده ولا يدو حتى هي ما كتشديهاش راك في الطوموبيل كدير سطوره مع الفولون حد الضحايا كثر كاين بزاف مساكن بزاف ديال الرجال اللي ضحايا كتلقى مسكينه مع عالم ما داري ما عارف والو ها غادي مسكين ما قاريش ما داير والو كيوقف على وحده كتلقاها حتى هي نصابه اكثر منو هو مسكين كتلقى وحدين اللي ساكن النية الاخوان كاين شي رجال النية بالبعض كتلقاه كيجي كيضرب معاها سطوري كضرب سطوري كتقولي انا كنبغيك انا كنموت عليك انا هادي انا من هنا كتمشي للدار ايوا السيد مسكين كيلقى راسو سطوري مليوح وجهه هو مايش فيه بين الطوموبيل الغد اللي كتلاقى مع ضاحية اخرى كدير سطوري وكتحيد هذاك اللي كانت خارجه معاه باش ما يشوفش السطوري ديالها كتبدا تلوح سطوريات كيدوز واحد اخر شويه كتلقى راس المحمديه كلها خرجت معاها وشي ما عارفش علاش هاد الفضيحه هادي علاش هاد المهزله اللي ولينا كنشوفو في مدينتنا وهادي فقط ما كنشوفوهاش غير في مدينه المحمديه ولينا كنشوفوها في المغرب كامل والطامه الكبرى والكارثه العظمى أنا ولينا كنشوفوا الإخوان أقسم لكم بيمين الله كتلقى درية في عمرها 15-16-17 عام كيمشيو للملاهي الليلية كتلقى درية في عمرها 15-16 عام ولات بائعة هوا كتمارس الدعارة كتمارس الرذيلة كتوقف في الشارع كتوقف في الطريطوار باش أنا تجي طوموبيل تهزها وتمارس معاها باش تعطيها 100 درهم ولا 200 درهم هذيك المية درهم ولا الميتين درهم الاخوان اقسم بالله ما تقولش لي حق الظروف ما قالش لك دريه في عمرها 15 عام تبيع لحمها الظروف ما قالش لك دريه في عمرها 15 عام توقف تستنى واحد يجي لها بطوموبيل يهزها الظروف ما قالش لك بيع شرفك الظروف ما قالش لك بيع كرامتك الظروف ما قالش لك سيري بيعي شرفك وروحك باش انك تمشي تشري ما تلبسي راه ولينا كنشوفوا بزاف ديال الدريات الاخوان كتلقاها كتمارس الدعارة كتمارس الفساد راه ماشي باش توكل دارها ولا توكل راسها باش تشري الماكياج باش تشري سروال باش تشري الحوايج باش تلبسها مزيانة باش ملي دير لايف تيك توك ما يضحكوش عليها بلا ما نتكلموا على دوك اصحاب انا هادي انا كاسرونا انا هاد الفضيحة انا هاد الشوهة انا هادي انا ما فهمتش انا ولينا كنشوفوا اشباه الرجال ولاو كيروحوا تصورهم بهذه الحاله وكيقول لك راجل قدو قد الخلا موسطاش وقدو قداش راجل بلا حيتو كيقول لك انا سمكه يعني ما فهمتش انا كتلقى راجل بالعقل ديالو ما باه والدو راجل دابح عليه ما داير ما مخلي ما مدير عليه في الاخر كيدير لايف في تيك توك تقول لهم كبسوا انا سمكه واش هاد الفضيحه اش هاد المهزله ولينا كنشوفو اش هاد الحاله اللي وصلنا ليها ولا راجل كيبيع رجولته على قول باش يجيب المشاهدات ولا راجل كيبيع الكرامه ديالو باش انك كبيسو ولا راجل كيبيع الشرف ديالو كيسمح في الرجوله ديالو على قبل باش انه واحد يصيفط ليه ورده وإذا كنشوفو رجال كيشطحو في تيك توك وإذا كنشوفو رجال كيوريو المؤخرات ديالهم في تيك توك وإلا كنشوفو رجال كيلبسو حوايج العيالات وكيديرو بحال الشيخات علاش باش يصيفط ليها واحد سبع باش يصيفط ليه حوته باش يصيفط ليه كاسرونه اش هاد الفضيحة هادي اش هاد الفضيحة ولينا كنشوفو الإخوان راه مبقى ما يعجبها الشرفة أنا بغيت نعرف هادي اللي كيقولهم أنا سمكة أنا حوته أنا هادي أنا مصيبة أنا هادي أنا بغيت نعرف ملي كتخرج في الزنقة كيفاش كيشوفوك الناس انا بغيت نعرف انت ملي كتصبح على باك امك كيفاش تقول لهم صباح الخير انا بغيت نعرف الاحساس ديال باك امك ملي كيشوفوك تعا على المجتمع كتقول لهم انا سمكه فبزاف ديال الناس غيقول لك حقك يصور الملين شنو هي الكرامه وتاش من وجه عندك واخا تكون كتوشي 20 مليون في الشهر اش من وجه غادي تخرج به